انحني لكليب بن ربيعة التغلبي صاحب اليمن وسبأ وحضرموت، سيد بني وائل بلا منازع، ملك العرب. قتل ناقتي يا جساس، رماها بالسهم في ضرعها. منعني أن أذب عن حماي، ناقة شريدة أجدها ترعى في شبيث دون إذن. أكنت تريدني أن أتركها؟ والله لولا الدم لعقرت كل نوقك يا ابن مرة. جساس، جساس، لا! ويل لكم يا أبناء وائل من فرقة بعد جمع، ويل لكم. من يقتل كليبا ملك العرب؟ تالله ما رأيت له ندا ينازله إلا أنت. لعن نعات كليبا لي، فقلت لهم: مادت بنا الأرض أم مادت رواسينا. أمة الصحراء، البسوس، الحرب. جليلة، ما جاء بك إلى شيبان يا ابنتي؟ ما وراءك؟ فقد حبيب يا أبتي، وقتل أخ عن قريب، وبين هذا وذاك تفتت أكباد القوم وتقطع الأرحام. اهدئي ابنتي، أهل تغلب أهل عفو وكرم، سنغالي الدية لعلهم يصفحون. أمنية مخدوع ورب الكعبة، لقد رحلوني عن مأتمهم، وبناتي شاركنا في طردي، وفي أثناء رحيلي سمعت المهلهل يقسم ألا يذوق لحما أو خمرا أو يقرب النساء حتى يقتل رجلا من بكر بكل شعرة في رأس كليب. لعنة الآلهة على المهلهل وجساس، تبرأت كل القبائل من فعلته، كيف يقتل كليبا بناقة؟ لا تجهدي نفسك واستريحي يا أم جليلة، خذي جليلة لخيمتها. تعالي يا ابنتي. أريد أن أخبرك شيئا هاما يا أمي. ما الأمر يا بنيتي؟ أنا حبلى. مرحبا بسادة تغلب وأشرافها. قد علمت فعلة ابنك يا مرة، وهي فعلة نكراء. إذن فما الرأي؟ أنتم أصحاب المصاب الأعظم، دعوني أسمع منكم أولا قبل كل شيء. ما نرى لك إلا أن تختار بين ثلاث: الأول أن ترجع إلينا كليبا، والثاني أن تدفع لنا بجساس نقتله جزاء لفعلته، والثالث أن تدفع لنا بهمام، فهو فارس وسيد قومه ولا نرضى بغيره كفءا لكليب. أما الأول فلا سلطان لي على الأموات حتى أرجع لك كليبا. وجساس شاب أهوج، فعل فعلته وهرب ولا أعلم أين مستقره. أما همام فهو أب لعشرة، لن يرضوا أن يقتل أبوهم جزاء جرم لم يرتكب. فما الرأي عندك؟ ما تطلبونه من نوق بكر مجتمعة، وشابين من بني شيبان تقتلوهم بدم كليب. وهل كليب كان أحد غلماننا لنقبل فيه الدية؟ إنما كان ملك العرب، هو والله ما قاله المهلهل فيك، إنك مراوغ. قد سألتم رأيي وقد أبنت لكم عنه، ولست في سني هذه بمن يراوغ الموت، إنما أنتظره في ميادين القتال خيرا من أن أنتظره على الفراش. إذن فهي الحرب. هي الحرب.
دعني أذهب إليه يا أبتي، المهلهل رفيقي منذ الصبا، سيستمع إلي. صوب بصرك إلى ذاك، إن بنات أختك اليمامة والمجدة في مقدمة الجيش، وقد حلقنا شعورهن، ولابد أنهن ينشدن بني تغلب الثأر. هؤلاء قوم لن يصالحوا يا همام. إذن دعني أبارز سيد بني شيبان ضد سيد تغلب، والمنتصر ينتصر لقومه، ولنحقن الدماء. سيقتلك ولن يتوقف، لقد أقسم على أن رجلا بكل عضو من كليب. دعك من هذا وتولى ميمنة الجيش، دافع عنها بحياتك، فلو انكشفت لانكشف من ورائها قومنا. أفعل يا أبتي. يا معشر العرب، لا يقفن أحد منكم أمامي، فسيفي لن يفرق بين رقاب بني بكر وتغلب، والله لا أحصدن من الرؤوس حتى يفنى بنو بكر أو يبعث كليب حيا. هيا. الميمنة والميسرة تلزم أماكنها، والقلب للأمام معي. تماسكي يا بنيتي. لا أستطيع يا أمي، أشعر بعظامي تتكسر. الماء الساخن بسرعة. لا بأس عليك، لا بأس، فقط القليل بعد. ادفعي، ادفعي يا جليلة. يا إلهي. يا مهلهل، يا ابن ربيعة، ابتعد عني. لا والله لا أبتعد، اقتلني وأنهي تلك الحرب. إليك عني أيها الفتى. هيا ارفع سيفك وانزل به على رأسي، واحقن دماء أهلينا، واقتلني بدم كليب. والله لا أقتلك ولن أكف عن الحرب حتى يبعث كليب حيا. هل جننت أم أصابك مس؟ انظر، انظر حولك إلى رمال الصحراء التي ارتوت بدماء بني وائل، لا تفرق بين بكري وتغلبي. لا تقترب مني في الميدان مرة أخرى. ها يا مهلهل، الله الله في أهلينا، الله الله في بني وائل. مبارك، مبارك يا جليلة، صبي، صبي صحيح الجسد، ضخم كأبيه. ليس كأبيه، لا تذكر أباه مطلقا. هوني عليك يا حبيبتي، هل فكرت في اسم الله؟ نعم، من اليوم سيعرف باسم هجرس، هجرس الشيباني. سنعسكر هنا في بطن السرو عند الماء ونمنعه عنهم. ولكنهم سيقاتلوننا عليه. سيقاتلون قتال المستيئس، وقد يلوي جيشهم على عقبيه مع مغيب الشمس. لا أكتم حدسا يا قوم، فإني لا أرانا نظهر على بني تغلب اليوم، وهذه أحلافهم تنضم إليهم يوما بعد يوم، وليس يحالفنا أحد. والرأي عندي أن نذود عن الماء بكل غال ونفيس، فإن ارتدوا اليوم فإنه انتصار لنا. حسنا يا سيدي. أمر آخر، مر الرجال أن يحلقوا رؤوسهم حتى تستطيع النساء التفريق بين رجالنا ورجال العدو، لا نريد أن تتكرر حادثة يوم الذنائب. عمت صباحا. عمت صباحا. ألم تميزني يا همام؟ جساس، هذا أنت؟ نعم يا أخي، وهذه زوجتي وابنتي سعدة. اذهبوا أنتم الآن، وأنت يا غلام دل زوجة أخي على خيمة جليلة، علها ترتاح من وعثاء السفر. نعم يا مولاي. لا تعلم يا أخي كم اشتقت إلى 20 سنة ونحن نحارب في حرب كنت أنت السبب فيها وتركتنا وهربت. 20 سنة شهدت فيها قتل أبي وترمل نسائنا وتقطع أوصالنا وتفتت أكباد القوم، ثم تأتي إلي لتخبرني أنك كنت منبطحا في جحر ما تأكل وتشرب وتنكح ما طاب لك من النساء.
لكن يا أخي، لست بأخ لك. كان بإمكانك إنهاء هذه الحرب كما بدأتها، ولكنك خوار عفن. ولولا أنني أخشى أن يتخبط القوم بعدي دون قائد لسلخت لحمك أمامهم. سلمني للمهلهل إن كان في ذلك خلاصكم. خلاصنا كان خلاصا حقا يوم كان الثأر واحدا، ولكنه الآن صار ألف ثأر، وسيف بن ربيعة لا يرتوي. لا خلاص لنا. سيدي همام، سيدي همام. ما الأمر يا ناشرة؟ جيش تغلبة لاح في الأفق يا سيدي. اذهب وأحضر فرسي، وأنت قم ارتدي درعا واحمل سيفا. دع الرجال يروك معهم في القتال، فحتى النساء يصحبن الجيش يحملن الهروات. سمعا وطاعة يا همام. يا مهلهل، لقد نزلوا عند الماء ومنعونا عنه. من الحكمة أن نرجع اليوم. ما لي حاجة بالماء، إنما أروي ظمائي بالدم. نحن نشرب الماء. ارجعوا أنتم وموتوا عطشا في انتظار الماء إذن. أنا سأحارب، ومن أراد منكم الماء فليأتي معي. تبا لك، تهلكنا مثلما تهلك بني شيبان. يا رجال إلى الماء. اللعنة، اللعنة عليك يا ناشرة، يا غلام السوء. أتلعنني يا سيدي؟ تبا لك، هل نسيت أن تربط السرج؟ بل قطعت أحد أربطته عمدا، عل عنقك تدق حين تسقط. ماذا تقول؟ أنا أنقذتك من الأسر وربيتك على عيني. بل استعبدني قومك بعدما اختطفتموني طفلا من بني ربيعة، وهذا هو خلاصي وإعلان حرية. افعلها إذن، واذهب بجثتي إلى المهلهل. علها تنهي هذه الحرب الكريهة. سيدتي جليلة، أرى فارسا يقترب من مخيمنا. لعله أحد فرساننا. ليس مصابا، وشعره كثيف يتطاير وراء كتفيه. شعره كثيف؟ أرني. تبا، إنه المهلهل. تجهزن، سنصده حتى يأتي له الرجال. اضربنا الدفوف والطبول حتى يسمع جيشنا. أين هجرس؟ هجرس! هجرس! ابتعدنا من أمامه. يا نسوة بني مرة، وإلا استحللت دماءكن. ابتعدنا عن الماء، هيا. أتغير الآن على النساء يا ابن ربيعة؟ أنت يا عروس الشؤم تتجرئين علي وتخاطبينني خطاب الأنداد. ابتعد عنها، انزل عن فرسك وقاتلني. ابتعد يا هجرس، ابتعد عنه. كليب، أهذا أنت؟